نتحدث هنا في الإعلام المصري وفي الإعلام الأفريقي بشكل عام أنك قائد ثورة في كرة القدم في غامبيا منذ توليك المهمة، تولي المنتخب الوطني في 2018، والأمور في أفضل حال بالنسبة لغامبيا سواء على مستوى المنتخب الأول أو على منتخبات الشباب. كيف تم التطوير السريع جدا ده في الكرة الغامبية؟ نعم، إن غامبيا هي دولة محبة وعاشقة لكرة القدم، والعديد من الصغار يلعبون ويستمتعون بكرة القدم في غامبيا. ونحن تم تجهيز العديد من اللاعبين في خلال الفترة السابقة في الخمسة أعوام الماضية. نحن نعمل بعمل شاق ودؤوب من أجل تجهيز أعلى المنافسات وأعلى جودة في المنافسات، وقمنا ببناء الكرة الغامبية من البداية. لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين واللاعبين ذات الجودة العالية. همشي معاك خطوة خطوة ونستفيد أيضا منك استفادة جيدة في هذا الأمر. تسلمت المهمة، مهمة تدريب المنتخب الغامبي بعد ما حدث في إيقاف في 2014، ومن هذه الفترة أنت استلمت مهمة صعبة جدا، مهمة كان فيها توقف كبير جدا للكرة الغامبية. كيف استعدت الحالة الفنية والبدنية والمهارية للاعبين بعد فترة إيقاف طويلة؟ نعم، هو كان سؤال ذهني وعقلي لكافة اللاعبين في الأول. بعد ذلك قمنا في الناحية ثانيا قمنا بعمل سكاوتينج، وهو أتينا بالعديد من مكتشفي النجوم والشباب ليقوموا برؤية تلك اللاعبين الموهوبين. I arranged also that some professionals from Europe could come and give coaching. وقمت بابتعاث وإفادة العديد من المحترفين في أوروبا أن يأتوا للكرة الغامبية ويساعدوا على تطويرها. And naturally also the philosophy of playing, the belief of winning. وأن الاتحاد الغامبي قام بتطوير اللعبة والعمل قدما على تطوير الكرة الغامبية بشكل عام منذ النشأ إلى مرحلة الاحتراف. التعاون كان رائعا للغاية بين فريق مدربي الفرق المختلفة، سواء فريق الشباب، فريق المنتخب الأول،